لا بصراحة كده كتير، مش كل يوم مكرونة ورز ورز ومكرونة. هاتي ربع كيلو مفروم وتعالي معايا اقولك ايه هو بديل الرز والمكرونة اللي هنعمله النهاردة. بس قبل ما نبدأ، دعوة حلوة من قلبك ولك بالمثل، ونقول بسم الله. اول حاجة معايا معلقة كبيرة من الزبدة، عليها معلقة كبيرة من الزيت على الربع كيلو المفروم اللي قلتلكوا عليه. بننزل بالمفروم لما الزبدة والزيت يكونوا سخنوا كويس جدا. بضيف عليهم شوية توابل بسيطة خالص، بابريكا، ملح، فلفل اسود، 7 بهارات او بهارات اللحم. اقلب تقلبتين وبنزل عليهم في الوقت دوت بالبصل اللي كنا مخزنينه قبل كده مع بعض. حتى هتلاحظوا هنا معايا ان البصل مجمد كده شوية. الحقيقة يا جماعة بيسهل عليا جدا جدا وقفة المطبخ. كمان بنزل عليهم بمعلقة صغيرة من هريسة الفلفل الأخضر اللي كنا حضرناها مع بعض. أقلب تقلبتين، وأول لما البصلة تدبل معايا بنزل عليهم بربع كوباية مية، وهدي عليهم النار خالص، تغلي غلوة واحدة بس واطفي عليها النار. بروح عندي بقى ايه في حلة حلوة كده، بضيف بضاية وبضيف 5 معالق هرمية من الدقيق، عليهم كوباية من المية وكوباية من الحليب. بعد كده بضيف عليهم مكعب من الماجي، والماجي هنا اختياري، مش حابينها ما تضيفهاش. رشة ملح، رشة فلفل اسود، ادوب 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 لحد لما البيضة هنا تختفي خالص. وغير كده وكده انا مش عايزة هنا اي تكتلات. بعد ما بتأكد ان هي ما فيهاش تكتلات خالص برفعها على النار، والنار في الوقت ده بتبقى على الهادي خالص. بنزل عليهم بمعلقتين من الزبدة وكمان 3 معالق من الزيت، طالما ضفنا ايه 5 معالق دقيق. دي قاعدة اساسية لو بتعملي بشاميل. بعد كده بفضل ادوب ادوب لحد لما اخد القوام اللي انا عايزاه، اللي هو لا سميك قوي ولا خفيف قوي. في الوقت ده يا جماعه هسالكم سؤال، بس استنوا عليا اما اقول لكم ايه هو بقى بديل الرز والمكرونه. بديل الرز والمكرونه معانا النهارده هو الجلاش. دايما بنستخدمه بالطريقه التقليديه، ورقي وايه وحشي، ورقي وحشي. احنا النهارده مش هنورق خالص. بجيب لفه الجلاش الحلوه دي وبقطعها، وبروح جايبه الكبه بتاعتنا الحلوه دي وضرباها ضربتين لحد لما توصل معاكي للشكل ده. بعد كده بروح اجيب البايركس بتاعنا او الصينية، اي حاجة عندك. وفي الوقت ده فرن بتاعنا بيكون شغال على درجة حرارة 200. السؤال اللي كنت عايزة اسأله لكم، هل بتعملوا بقى البشاميل زي ما انا عملته النهاردة اول مرة في حياتي اضيف بضاية للكريمة او البشاميل؟ هل انتم متعودين بقى ان انت تضيفيه له بضاية، ولا بتعمليه عادي كده؟ الحقيقة لقيت الطعم يعني مختلف شوية، ممكن نقول للاحلى، هو مش وحش خالص. بعد كده ببتدي بقى ان انا اعمل طبقة بشاميل، وبعدين بقسم كمية الجلاش ديت على نصين، اضيف طبقه وبينهم عصاج اللحمه المفرومه الجوسي كده. هتلاقوه اللحمه هنا مش جافه معايا، لا هتلاقوها فيها نسبه سوائل كده شويه. بعد كده انزل بطبقه خفيفه خالص من البشاميل، وبعدين اروح ضايفه باقي كميه الايه الجلاش عليهم من فوق الوش بقى، غرقيها من البشاميل. والله الله عليه، شايفين جوسي وجميل وناعم جدا جدا، ما فيهوش اي تكتلات. الطريقه دي بتبقى حلوه جدا للبنات اللي لسه بتتعلم جديد دخول المطبخ، بالنسبه لهم البشاميل ده حاجه معقده. فانت لو عملتي الطريقه ديت هتدعي لي. في الوقت دوت بضيف كمان رشه من الايه جبنه الموتزاريلا، لو عندك، ما عندكيش ما تضيفيش. تدخل الفرن على الرف الاوسط على درجه حراره 200 لحد لما الموتزاريلا تسيح كده وتدوب معاكي. عايزه تستعجلي وتعملي زي ما انا بعمل كده اعملي، عايزاها تهدى كده وتمسك نفسها وتطلع ايه القطعه بقطعتها، اعملي اللي انت عايزاه. بس انا كنشوه بحبها دايبه كده وسايحه. والله الله على الاختراع والكمال والكلام. ايه ده ايه ده، ايه الحلاوه والجمال ده؟ عايزاكم كلكم تجربوا وصفتي النهارده، وتنزلوا تكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم فيها. انا كده خلصت وصفه النهارده. لو عجبتكم ما تنسوش لايك كتير وشير كتير. بحبكم جدا جدا. اشوفكم بكره ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده مع مطبخ نشوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.